الفيلم بيبتدي سنة 1950 في البرازيل، وأوروجواي والبرازيل بيلعبوا نهائي كأس العالم، والناس قاعدة على أعصابها ومستنية النتيجة النهائية للمباراة، والنتيجة كانت 1-1، وفي أطفال بيسمعوا المباراة من فوق سطح القهوة عشان معهمش فلوس، وفجأة في الدقيقة الأخيرة أوروجواي بتجيب الهدف ويعم الصمت على المكان، والمباراة تنتهي 2-1 لأوروجواي، وتفوز بكأس العالم سنة 1950 على حساب البرازيل. وإحساس إنك يكون بينك وبين الفوز خطوة بيكون أصعب بكتير من إنك تفشل من أول خطوة. وفي طفل اسمه ديكو قال لوالده أنا هفوز بكأس العالم للبرازيل، أوعدك بده، وابتسم وقال له إن شاء الله. وتاني يوم ديكو بيروح مع والدته الشغل وهي شغالة عاملة في البيوت، وبعدها والدته سابته، وابن صاحب البيت جه وهو وصحابه بيقولوا انهم نفسهم يكونوا لاعبين محترفين، وابن صاحب البيت اسمه خوسيه وقال ان هو نفسه يكون زي مازولا مهاجم تيرنتو الايطالي، ودييكو قال انا عاوز ابقى زي بيليه. خوسيه سأله قال له مين بيليه؟ قال له حارس مرمى فاسكو البرازيلي. قال له اسمه بيليه مش بيليه، وبعدين انت ابن خدامه تفهم ايه في الكوره؟ وحذف عليه كوره. والدته جت واعتذرت لخوسيه على اللي حصل من ابنها، وبليه سمعهم وهما بيتكلموا عن كشاف مواهب اسمه فلاديمير بيدور على لعيبه يلعبوا في فريق سانتوس البرازيلي، وهيعمل دوره عشان يشوف افضل لعيبه تنضم للفريق. واشترك هو واصحابه وعملوا من ملايات السرير قمصان، وقدروا يكسبوا كل المباريات واتريقوا عليهم عشان ما عندهمش احذيه وبيلعبوا حفيين، وقرروا يسرقوا سداني ويروحوا يبيعوه ويجيبوا بفلوسه احذيه، وقدروا يوصلوا للنهائي وكان بين فريق دياكو وخوسيه. ويوم المباراه صاحبهم جاب لهم الجزم بس مش على مقاسهم، والمعلق قال فريق خوسيه امام فريق بيليه، والناس ضحكت على الاسم واتريقوا عليه، والكشاف فلاديمير كان موجود عشان يشوف هيختار مين. وابتدت المباراه، وعشان الاحذيه كانت واسعه عليهم ما كانوش عارفين يلعبوا بتاعته، والناس فضلت تضحك عليه وتتريق عليه، بس والده الوحيد اللي عارف انه اتحرر من قيوده وهيلعب بموهبته الحقيقيه، وابتدى يلعب بمهارته واخترق دفاعات الفريق، وهو بيفتكر كل مهاره اتعلمها من لعب الشوارع، وهو رامي كل حاجه ورا ظهره ومركز في طريقه اللعب بتاعته، وقدر يطلع كل مهارته المخفيه وسجل اول هدف ليه. واصحابه كلهم رجعوا لطبيعتهم ومبقوش محتاجين يتصنعوا، وبمهارتهم يقدروا ويجيبوا التاني وبعديها التالت والرابع، وفي الدقائق الاخيره بيليه بيسجل الخامس، بس الحكم يصفر وتخلص المباراه 6-5، وكل المتفرجين بقى يهتفوا لبيليه، وسمع صوت الجماهير اللي بتحييه لاول مره، وكانت فرحه لوالده اللي كان فخور بيه. والده خد كارت من كاشف المواهب فلاديمير عشان يجيب دييجو لاختبارات فريق سانتوس، واصحاب السوداني جم وشافوهم وفضلوا يجروا وراهم، وهم قدروا يهربوا منهم، ودييجو دخل هو وصاحبه استخبوا في حفره، والدنيا كانت بتمطر، وحصل انهيار في الحفره اللي هما كانوا فيها. دييجو خرج بس صاحبه اتحبس جوه وما قدرش يخرجه ولا يعمل له حاجه، وفضل جوه وما كانش عارف يساعده ازاي. وبعديها العمال وصلوا عشان يساعدوه، واول لما جم يخرجوه كان فات الاوان وكان صديقه مات، وهو بعديها حس بالذنب ان هو كان السبب في موت صاحبه عشان كان عاوز الاحذيه ديت، في الاخر خالص ما استخدموهاش، بس في المقابل كان صاحبه مات. وقال لوالدته انه مش هيلعب كره قدم تاني وهيهتم بمذاكرته وهيشتغل مع والده، وفعلا راح اشتغل مع والده عامل نظافه في مستشفى، وتخلى عن حلمه وروحه انطفت، وبقى ما بيتكلمش مع حد وحس بالوحده. وفي يوم والده قال له انا لما كنت صغير كنت بتعلم الكره بالمانجا وبتعلم التوازن بالمانجا، وعشان والده كان لاعب كره واتصاب وابتدى يشجعه انه يتمرن معاه، وكل يوم يكتسب مهاره جديده ومستواه يتطور يوم بعد يوم، وعدت الايام وكبر، وكل يوم يتمرن مع والده في وقت فراغهم بعد الشغل. والدته شافته ان هو مبسوط بالحاجه اللي بيحبها، وجابت كارت فلاديمير اللي كانوا محتفظين بيه من 7 سنين. والدته كلمته وجي شاف بيليه وهو بيتمرن مع والده، ولما روح البيت لقى فلاديمير مستنيه بيقول له ايه رايك تيجي اختبارات فريق سانتوس، وعرف ان والدته هي اللي كلمت فلاديمير، واخيرا عرفت ان سعادته في انه يكون مبسوط بحياته وبيعمل الحاجه اللي بيحبها. وبعدها سلم على اهله واتجه لاول خطوه في تحقيق حلمه، ودخل الاختبارات وعداها كلها وانضم لفريق سانتوس للشباب، بس حس ان هو مش عارف يلعب بطريقته وتوجيهات المدرب الجديد اللي دايما شايف ان طريقه لعبه غلط، وحس بالاحباط وحس ان مستواه اقل من المطلوب. وفي يوم قرر انه يمشي ويرجع تاني لاهله، وفلاديمير شافه وهو ماشي وراح وراه على محطة القطر وسأله انت مشيت ليه؟ قال له المدرب شايف ان طريقتي غلط وبيقول لي انك بتلعب بالطريقه التقليديه. فلاديمير قال له فيها ايه؟ الموضوع ابتدى بالقرن ال16 اصلا، ودييجو ما كانش فاهم يعني ايه. فلاديمير شرح له البرتغاليين لما وصلوا البرازيل كان معاهم عبيد افارقه، بس العبيد كان عندهم اراده قويه وكانوا بيهربوا عشان يحمي نفسهم، واخترعوا اسلوب دفاع وسموه الجينجا، وبعدها الجينجا اتطورت ودخلت في كره القدم، وقدرنا نكون متعه كره القدم. بس بعد هزيمه 1950 كل المدربين ابتدوا يبعدوا عن طريقه الجينجا ويتدربوا على الطريقه الاوروبيه الحديثه، وده اللي بيعمله المدرب بتاعك.
بس انا مؤمن بيك وعارف ان عندك قوة اسلافنا القدامى في الجينجا ولسه محتفظ بيها. اؤمن بيها واؤمن في نفسك لإلا اركب اول قطر جاي وارجع تاني لأهلك واختار ان هو يرجع على فريقه. بس كان لسه عنده شك في نفسه وكان بيتخبط ما بين طريقة الجينجا واللعب الاوروبي، وقع على الارض وافتكر والده وهو بيدربه، واول لما قام عرف هو هيختار ايه وحس ان روحه بتنطلق. هو ده انا، مؤمن بموهبتي، مؤمن بكياني، هو ده انا بيليه. وقدر يسجل اول جول، وبعدها مدرب ندهله قال له ينفع اللي بتعمله ده؟ قال له انا اسف. المدرب قال له انا عايزك تتأسف على طول، كمل يا ابني زي ما انت. المدرب امن بموهبته وقدر يسجل 4 اهداف في مباراة واحدة واتطور اكتر واكتر، وبقى في الفريق الاساسي لسانتوس وبقى هداف الفريق وهو لسه عنده 16 سنة بس، وراح يقضي اجازته مع عيلته. وتاني يوم كانوا هيعلنوا عن اللي تم موافقة عليهم في المنتخب، وبيلي قال صعب جدا يختاروني، انا لسه عندي 16 سنة. وبيسمعوا اللي تم الموافقة عليهم والمذيع بيقول اصغر لاعب تم اختياره صاحب 19 سنة مازولا، وبعديها بيعتذر ويقول لا اصغر واحد دييجو صاحب 16 سنة. وهو من صدمته ما قدرش يتحرك وفضل ثابت في مكانه، وقدر ينضم لمنتخب بلاده وسافر عشان يحضر المؤتمر الصحفي، وهناك قابل مازولا وطلع هو خوسيه اللي كان بيتريق عليه وهو صغير. وفي المؤتمر الصحفي سأله لاعب اسمه كريشنا هل هتلعب باسلوب الجينجا، سكت وما كانش عارف يرد يقول ايه. بيليه رد وقال مفيش عيب في طريقه الجينجا، والمدرب سحب الميكروفون منه وقال اوعدكم مش هنلعب بطريقه الشوارع ديت وهنلعب بالطرق المتحضره الاوروبيه. وبعديها جاب بيليه عنده قال له دي فرقتي، ممكن تكون الجينجا نجحت معاك في سانتوس لكن لعب المنتخب مختلف يا ابني، ما تفكرش تستخدم الجينجا تاني. وكان في اختبار اخير عشان المدرب يحدد مين في التشكيل الاساسي، وبيليه كان بيلعب سيء جدا وما كانش عارف يلعب بطريقته ولا يسمع كلام المدرب ويلعب بالطريقه الحديثه، وفكر وبعديها لعب بطريقته بس كان شاكك في نفسه وفي اسلوبه، والمدرب من بره بيقول له وقف اللي بتعمله، وفجاه وقع على رجله واتصاب وحس ان مستقبله بينتهي، وراح كلم اهله وقال لهم انا اسف اني سبت الدراسه وبقيت لاعب كوره، انا اتصبت في رجلي اصابه قويه. والدته قوته ووقفت جنبه وقالت له احنا خدنا القرار مع بعض وكلنا معاك وبنحبك وهنساندك مهما حصل. وابتدت تصفيات كاس العالم، والسويد كسبت المكسيك، وفي مباراة البرازيل وانجلترا اتصاب 3 لاعبين من البرازيل، ومدرب ما كانش قدامه غير حل واحد بس، ان يلعب ببيليه حتى لو اصابته لسه ما اتشافتش بنسبه 100% هيلعب بيه وهو مصاب، ما قداموش حل تاني. وكانت المباراه امام الاتحاد السوفيتي وكان تايه وما كانش عارف يعمل ايه، انا ايه اللي جابني هنا، والاصابه اللي في رجله منعاه انه يلعب، كانش فاهم اي حاجه. والحسن الحظ كسب 1-0 بالعافيه. المباراه اللي بعدها كانت امام فرنسا وخسروا في الشوط الاول 1-0، وبيليه بين الشوطين قابل خوسيه وخوسيه قال له انت الوحيد اللي ممكن تكسبنا، انت الوحيد اللي ممكن تصنع الفرق، امن بنفسك، امن بالجينجا، فاكر لما كنا صغيرين، فاكر طريقه لعبك، هو ده انت. وفعلا اقتنع بكلامه ونزل الملعب وكان متوتر في الاول، وبعدها روحه اتغلبت عليه وابتدى يلعب بطريقته وابدع بما تحمله الكلمه من معنى، وقدر يعدي من الدفاع وسجل اول هدف ليه، وبعدها عدى من المدافعين وقدر يسجل الثاني، وبقت النتيجه 2-1، وبعدها قدر يسجل الثالث، ومباراه انتهى 3-1 وهو اللي سجل ال3 اهداف. وكان قدامهم النهائي امام السويد، والده كلمه في التليفون وقال له انا اتفرجت على مباراتك الاخيره، هي دي الثقه بالنفس اللي انت كنت محتاجها، ولازم تخلي زمايلك يثقوا في نفسهم ويثقوا في الجينجا عشان تقدروا تحققوا البطوله. واقتنع بكلامه، وتاني يوم راح كلم زمايله قال لهم هنروح بالكوره لحد المناره بس على طريقه الجينجا، وكل واحد يطلع مهارته اللي محتفظ بيها، وتحمسوا فعلا يبتدوا يتحركوا ويستمتعوا باللعب، وابتدوا يطلعوا مهاراتهم اللي حارمين نفسهم منها. وهم بيلعبوا المدرب بتاعهم كان بيتفرج عليهم وكان شايفهم قد ايه سعداء وبيطلعوا طاقتهم وبيلعبوا بالطريقة البرازيلية اللي كلهم بيحبوها. وفكر شوية وتاني يوم راح اتكلم معاهم وقال لهم احنا قدامنا طريقتين، نلعب بالطريقة بتاعتي وساعتها هنخسر، لنلعب بالطريقة بتاعتكو ونكسب. وفعلا اقتنع اخيرا بالجينجا، ويوم مباراة كل الناس اتجمعت عشان تتفرج على مباراة مصيرية للبرازيل ولبس اللون الازرق عشان هما الضيوف على منتخب السويد. المباراة بتبتدي والسويد تقدر تجيب الجون الاول بعد 4 دقايق ولسه دوت في اول المباراة، وبيليه بيبص حواليه على الجمهور القليل اللي موجود اللي نفسهم يفرحوا ويشوفوا بطولة لبلدهم واهله اللي على اعصابهم والناس كلها مستنية عودة البرازيل،
ويتحول بيليه ويظهر سر الجانجا ويعدي ويروح في اتجاه الجون بمهارته وثقته في فريقه يقدروا يجيبوا الجون الاول للبرازيل وفرحة تعم البرازيل كلها قدروا يتعادلوا مع اقوى منتخب في وقتها السويد وثقتهم في نفسهم رجعت اقوى من الاول وبعدها قدروا يجيبوا الجون الثاني في ذهول من منتخب السويد والفرحة تعم البرازيل وهم بيتفرجوا على اولادهم وهم بيلعبوا بمهارة واسلوب البرازيليين وحسوا انهم احرار اخيرا وانهم بيلعبوا في تمرين مش مباراة نهائي كاس العالم وابتسموا لبعض وحسوا بالسعادة لانهم حسوا بنسيم الحرية بيقرب منهم وقرب الانتصار المستحق والده كان بيشوف الناس اللي حواليه وشاف الناس فخورة بمنتخبها وهو بينتصر والعجوز اللي بيبكي من فرحته وحس بالفخر بابنه وبعدها جابوا الجون التالت وبقت المباراة اتجاه واحد بس وقدروا يجيبوا الرابع والخامس وانتهت المباراة 5-2 وبيليه اغمى عليه من الفرحة وانه مش مصدق اللي حصل والشعب البرازيلي نزل يحتفل باول كاس عالم قدروا يحققوه والاسطورة بيليه كان اصغر لاعب شارك منتخب بلاده وقدر يحقق معاهم بطولة وكل الشعب البرازيلي كان فخور بيه جدا واحداث الفيلم ديت حقيقية حتى الاهداف جاب بنفس طريقة الاهداف الحقيقية لو عجبك الفيلم انا النهاردة عيد ميلادي ففرحني كده بقى باشتراك ولايك وشير لي في كل مكان بحبكم وحياة ربنا سلام.